السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا سنة تالتة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة يا حبيبي هنشرح الدرس الرابع في الوحدة التانية من كتاب بيت باي بيت. وقبل ما نبدأ ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، وما تنسوش تعملوا متابعة لصفحتنا على الفيسبوك اسم الصفحة تعلم بكل سهولة. ونبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. أول كلمة معايا مريض سك، مريض سك، سك اس اي سي كي، سك سك. اسود بلاك، بلاك بلاك بي ال اي سي كي، بلاك بلاك. بطة دك، دك دك دي يو سي كي، دك دك. يركل او يشوط كيك، كيك كيك كي اي سي كي، يركل او يشوط كيك كيك. ساعة حائط او منبه كلوك، كلوك سي ال او سي كي، طبعا السي بنطقها حرف الكي، كلوك كلوك سي ال او سي كي. جلد سكن، سكن اس كي اي ان، سكن سكن. جيبه سكيرت، سكيرت سكيرت اس كي اي ار تي، سكيرت. السماء سكاي، سكاي سكاي اس كي واي، سكاي سكاي. ينط الحبل سكيب، سكيب سكيب اس كي اي بي، اس كي اي بي سكيب سكيب. مريض سك، سك اسود بلاك، بلاك. بطة دك، دك. يركل او يشوط كيك، كيك. ساعة حائط او منبه كلوك، كلوك. جلد سكن، سكن. جيبه سكيرت، سكيرت. السماء سكاي، سكاي. ينط الحبل سكيب، سكيب. بعد كده بقول لسن اند انسكريبل، استمع وعاد ترتيب الحروف. اول كلمة عندي كيك، كي اي سي كي. تاني كلمة سكيب، اس كي اي بي. تالت كلمة ساعة حائط كلوك، سي ال او سي كي. رابع كلمة عندي دك، دي يو سي كي. بعد كده بقول لسن لوك اند كومبليت. انظر الى الصور واكمل. ذا نمبر 1 ذا دك، عايز كلمه دك بقول ذا دك از بلاك، بدا بحرف الدي هنكمله حرف كلمه دك، دي يو سي كي. ذا دك از بلاك، البطه تكون سوداء. نمبر 2 ذا جيرلز، البنات. سكيب يعني تنط الحبل، ان ذا جاردن بينط الحبل في الحديقه. نمبر 3 ذا بوي كيك، ذا بول يعني الولد يركل الكرة أو يشوط الكرة. كيك بدأ بحرف التي هكمل له كي أي سي كي. بعد كده بقول لي اقرأ واتبع الأسئلة. read and track the questions. number 1 how do you feel، هنمشي على الجملة. number 2 does he feel sick، هل هو يشعر بالمرض. number 3 why are nurses important، لماذا الممرضات مهمين في حياتنا. نمبر 5 بيقول لي read and write full stop or question mark، يعني اقرأ وضع علامة full stop اللي هي النقطة أو question mark يعني علامة استفهام. أول جملة عندي هو حللها لي بيقول لي how are you، بدأ بهاو يعني كلمة استفهام هنحط في الآخر علامة استفهام. الجملة الثانية جملة عادية I feel happy، أنا أشعر بالسعادة، هنحط له في آخر الجملة نقطة. نمبر 2 نمبر 2 بيقول لي اي هاف فيفر، انا عندي حمى، فهنحط له في الاخر نقطه لان دي جمله عاديه. نمبر 3 وات ذا ماتر، ماذا بك او ما تشكو، هنحط له علامه استفهام لانها بدا بوات كلمه استفهام، يبقى هنحط له في اخر الجمله كويستشن مارك علامه استفهام. نمبر 4 ماي سكن بروتكتس ماي بودي، جلد بيحمل اللي الجلد يحمي الجسم، هنحط في الاخر فول ستوب يعني نقطة لأن دي جملة عادية. نمبر 5 I feel happy، دي جملة عادية هنحط في الآخر فول ستوب. نمبر 6 Are you okay، هل أنت بخير، هنحط له في الآخر علامة استفهام question mark لأنها بدأ بار يعني هل. بعد كده she speak English، she speaks English يعني هي تتحدث الإنجليزية، طبعا جملة عادية هنحط له في الآخر فول ستوب. نمبر 8 Can I get you some medicine، هل ممكن أنا أعطيك بعض الدواء، طبعا ده سؤال هنحطه في الاخر كويستشن مارك.
بعد كده صفحة الهوم وورك، صفحة الواجب المنزلي، بنكتب له الكلمات وبنمشي عليها وبنكتبها بخط جميل وحسن عشان خاطر خطنا يتحسن في الإنجليزية حلوين. بعد كده بقول لي ماتش اند سي، صل وكل الكلمات. نمبر 1 عندي سكيرت يعني جيبة، هنوصلها بليتر اي. نمبر 2 كلوك يعني ساعة حائط، هنوصلها بليتر بي. نمبر 3 دك يعني بطة، هنوصلها بليتر سي. نمبر 4 سكاي يعني السماء، هنوصلها بليتر اي. نمبر 5 سكن يعني جلد، هنوصلها بليتر دي. نمبر 2 بقول انا سكريبل اند رايت، اعرف ترتيب الحروف واكتب الكلمه. اول كلمه عندي ينط الحبل سكيب اس كي اي بي، بعد كده جيب سكيرت اس كي اي ار تي، بعد كده اسور بلاك بي ال اي سي كي، اخر كلمه عندي يركل او يشوط كيك كي اي سي كي. نمبر 3 بيقول لي رايت سنتنتز اندر ايتش بيكتشر، اكتب جمله تحت كل صوره. اول جمله عندي هقول له ذا بوي كيك ذا بول، الولد ياكل الكره، ذا بوي كيك ذا بول. نمبر 2 بيقول لي هقول البطه بيضاء، ذا داك از وايت، البطه لونها ابيض، ذا داك از وايت. بعد كده نمبر 4 بيقول لي رايت ذا ميسنج ليتر، اكتب الحروف الناقصه. نمبر 1 سيك مريض اس اي سي كي، ناقص حرف السي والكي. نمبر 2 بطة دك دي يو سي كي. نمبر 3 جلد سكين اس كي، ناقص حرف الاس والكي. نمبر 4 سكيب اس كي، هنحط اس نكتب اس كي اس كي اي بي. نمبر 5 بيقول لي ماتش اند رايت، صل ثم اكتب. اول كلمة عندي سيك مريض اس اي سي كي، هنوصلها ب السي كي لانها اخرها سي كي. بعد كده السماء سكاي اس كي واي، هنوصلها بالاس كي. تالت كلمة عندي دب دي يو سي كي، هنوصلها بالسي كي. بعد كده بلاك اسفل بلاك بي ال اي سي كي، هنوصلها بالسي كي. بعد كده جلد سكن اس كي اي ان، هنوصلها بالاس كي. اخر كلمة عندي سكيب ينط الحبل اس كي اي بي، هنوصلها بالاس كي. نمبر 6 بيقول لي بنكتويت ذا فولوينج، ده علامات الترقيم. اول جملة عندي هاو، هنكتب الاتش كابيتال ونحط في الاخر كويستشن مارك، نكتب الجملة زي ما هي، يبقى هنغير فيها حرف الاتش نحط في الاخر كويستشن مارك لان ده سؤال، بيقول لي هاو دو يو فيل، كيف تشعر. نمبر 2 بيقول لي اي هاف ا فيفر، انا عندي حمى، هنكتب الاي كابيتال ونحط في الاخر فول ستوب لان دي جملة عادية. نمبر 3 شي سبيكس انجلش، هي تتحدث الانجليزية، هنكتب الجملة زي ما هي، نعمل حرف الاتش كابيتال ونحط في الاخر فول ستوب لان دي جمله عاديه. نمبر 4 ار يو اوكي، هل انت بخير، هنكتب الايه كابيتال ونحط في الاخر كويستشن مارك يعني لان ده سؤال بيقول لي ار يو اوكي، هل انت بخير. وبكده يا حبايبي نكون انتهينا من شرح الدرس الرابع في الوحده الثانيه من كتاب بيت باي بيت. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، وما تنسوش تعملوا متابعه لصفحتنا على الفيسبوك اسم الصفحه تعلم بكل سهوله. واسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.